اهلا وسهلا بحضراتكم. هتبدا النهارده الجوله بتاعتنا. تاني مره تانيه برحب بضيوفي الاعزاء الاستاذه الدكتوره هند عبد الله مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله في الاغذيه. من الاسم في شقين مهمين جدا هما اللي هتكلم عنهم النهارده. طيب ضيفتنا التانيه هي الدكتوره امال صبري. هي اساسا طبيبه اطفال استشاريه طب الأطفال، وأخيرا تخصصت في التغذية العلاجية، وعشان كده أنا جايبها أيضا النهاردة علشان تحارب معانا أو على الأقل تدفع معانا كل البلاء اللي مصر بتتعرض به اقتصاديا واجتماعيا. يا أهلا بحضراتكم. شوف يا دكتورة، النهاردة حضرتك مديرة معمل بيستقبل كل يوم من 360 إلى 500 عينة لتحليل اللي احنا بناكله أو اللي احنا بنصدره. حضرتك تقولي لي الشائعات المغرضة اللي حاصلاتنا بتتعرض بها في الخارج دي، الهدف منها ايه؟ وانا شايف انه في الواقع كلام تاني خالص. انا بزور حضرتك وبصور الاقي كل يوم عندك شهادات شغالة. لو صادراتنا الزراعية دي او منتجاتنا الزراعية دي تعبانة، ازاي بتجيلك الشهادات دي وازاي العمليات التزرعية مستمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو حضرتك تسمح لي بس اصحح الرقم، احنا مش بيجينا في اليوم 300 ل 400 عينه او 500 عينه، احنا بيجينا من 1000 او ما يزيد كل ما يتناوله المواطن المصري سواء صادر او ده. انا كنت قاصص نص جهودكم يعني. يعني لا، ونص اللي بيتعمل، ما هو ده الغذاء كل ما يتناوله المواطن المصري. بس انا بتكلم عن عينات الصادرات. حضرتك كمان بتستخدمي الهيئه سلامه الغذاء اللي هي الواردات المتداول والواردات. نعم المتداول. كل ما لو احنا بقى عايزين نتكلم، ما هو لو انا النهارده بحافظ على صحه المواطن المصري وفي الوارد كمان، يبقى اكيد انا بحافظ على الوارد وعلى الصادر، واكيد انا بعمل ممارسات جيده، واكيد انا دوله يعني خايفه على المواطنين بتوعها. يبقى انا يبقى ساعتها هنقول ان الشائعات دي ملهاش معنى. انا مش بس بحافظ على صادرات، لان دايما كان الكلام اللي تام، طيب انتوا بس بتخلوا بالكم من الصادر، طب واحنا؟ لا، ده مش مظبوط. احنا بنخلي بالنا من المحلي ومن الوارد زي الصادر بالظبط. الدليل على كده حضرتك ان انا فوت على سوق سليمان جوهر، وده سوق شعبي جدا في منطقه الدقي والعجوزه. اشتريت العنب ده على اساس ان انا مد ايدي كده منه، والله ما هو مغسول، اقسم بالله ما هو مغسول اهو، عشان اكل منه على الهواء بالظبط، عشان اشوف انا الناس اللي بتتكلم عننا دي. اللي بيتكلم ده طول عمره هو بيتكلم. المهم انا كمواطن انا مقتنع بالكلام ده واردده ليه. هو ده المهم. ما انا لازم يعني اخاف قوي على بلدي وعلى سمعتها وعلى صادراتنا. ما هو لما يتقال ان المتداول في الاسواق المحليه مرشوش ومليان مبيدات، وكلام مش مظبوط. ده الكلام ده بيتداول بيوصل لبره، فيقول لك لا ده مصر فيها كذا، ده لا فيها مبيدات، فيها محصول كذا. تبدا الناس بره هي مش عارفه ان دي اشاعات. الله اعلم برضو الاشاعات جايه من بره ولا من جوه، زي ما حضرتك بتقول. اللي بيتكلموا نوعين، نوعين مصريين مقيمين في الخارج من الهاربين او المطرودين، خدت بال حضرتك؟ ثم بعض الناس اللي بينتموا لنفس الجماعه من الشخصيات المغرضه في دول عربيه اخرى. وده كله لضرب الصادرات المصريه، يعني ضرب الاقتصاد المصري. ما يعرفوش ان ده واقع على مين؟ على منتجي الغذاء الغلابه الفلاحين. علينا كلنا، بس حضرتك ده واقع علينا كلنا. هو النهارده العالم كله في صراع، وهيبقى في مشاكل حوالين الجوع وازمه الجوع وازمه الغذاء. دي حاجه مهمه جدا. احنا حضرتك شايف من ازمه كورونا للازمه الحاليه بتاعت روسيا واوكرانيا، احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين بشكل كويس. يعني مصر في القطاع الزراعي انا شايفه الحمد لله انه يعني رغم كل الازمات دي اللي يعني تاثر في دول عظمى، احنا صامدين وشغالين بشكل كويس وبنصدر وبننتج محلي بشكل كويس وحاجات امنه. ويعني احنا دلوقتي امبارح كان اليوم العالمي للغذاء، لسلامه الغذاء، واول امبارح يوم 5 كان اليوم العالمي للبيئه. فانا المناسبتين دول مرتبطين ببعض جدا. اليوم العالمي للبيئه لما انا احافظ على البيئه اللي انا عايشه فيها واللي انا بزرع فيها واللي طالع منها الغذاء بتاعي، هحصل على غذاء امن وبشكل جيد. فالنهارده في الشهر ده وفي الوقت اللي احنا فيه مناسبتين مهمين قوي. ليه الناس بتحتفل باليوم العالمي للبيئه؟ وليه الناس بتحتفل باليوم العالمي للغذاء؟ علشان تبدا الدول تجتمع او الناس وتشوف ايه المتطلبات الجديده.
احافظ اكتر ازاي على البيئه، على التغيرات المناخيه واللي بيواجهنا، وازاي ما اهدرش الغذاء، وان انا احوله من صوره فاكهه جميله زي كده، حتى لو هيهدر جزء منه لا اخده واصنعه كمان علشان اضيف له قيمه زياده واحافظ عليه، ازاي اجمده. عشان الدكتورة أمل بس ما تتهمناش بالعنصرية، إن إحنا مسؤولة في وزارة الزراعة هي اللي بتتكلم. أنا عاوز أسألك كاستشارية تغذية علاجية أمام الله وكطبيبة في النهاية وأم، وأنا أعرف إن الطبيب عنده حاجة اسمها الميديسين ديزيز، عارفة يعني اللي هو الإحساس المرضي قبل ما المرض ينشأ، وعندكوا هوس وعندكوا بتسموه إيه وسواس قهري تجاه الأكل. انت رايك ايه في الحاصلات الزراعيه بتاعتنا اللي انت بتجيبيها من السوق وتديها لعيالك؟ يعني انا بجيبها وبغسلها بس بالطريقه الصح وبناكلها والحمد لله، ما بلاقيش يعني المشاكل اللي انا بسمع عنها اللي هي النزلات المعويه والحاجات دي وكده، طالما انها اخترناها صح وطالما خزناها بشكل صحيح وغسلناها بشكل صحيح، فمش شايفه المشاكل. يعني انت كطبيبه جالك في عيادتك او شفت على الاونلاين في عيادتك الاونلاين مثلا حد بيشتكي من انه جاله مغص من انه اكل عنب او بطيخ او خوخ او مشمش او الى اخره؟ اول سؤال بساله الام، انت غسلتي الفاكهه دي ازاي؟ لان معظم يعني بلاقي معظم الاجابات يعني او بعض الامهات يعني ممكن بيكتفوا ان هم بيشطفوا الفاكهه بس بالميه بس تحت الحنفيه مش بالشكل الجيد اللي يخلصها. اصل مش بس موضوع مبيدات، احنا التربه دي فيها طبعا بكتيريا، ده مش بس في التربه، ده حتى في الهواء اللي حوالينا في مليارات من البكتيريا والميكروبات والطفيليات والديدان، دي طبعا دي حاجه اساس في اي تربه في العالم على مستوى العالم. فاحنا ما ينفعش ان انا اجيب الحاجه كده واكلها لو حتى وهي خاليه من المبيدات تماما، فهي لم تخلو من البكتيريا والطفيليات اللي بتسبب نزلات معويه. ما للاسف ان الناس مش عارفه ان النزلات المعويه دي الاسهال والقيء والالم البطن مش حكايه مبيدات بس، يعني لا ده هي نتيجه فطريات، طفيليات، بكتيريا، فيروسات، ففي نزلات معويه متعدده الاسباب. فانا وانا غسلت الاكل بالشكل الصح وخزنته بالشكل الصح، لا انا كده بجنب اولادي او اسرتي ان هم يجي لهم نزلات معويه ميكروبيه. الموضوع مش بس جهزوا له يا جماعه في تقرير مصور مع مزارع بطيخ، لو سمحتوا جهزوا له اطلبه منكم دلوقتي. دكتوره هند، انا اسف دكتوره امال، انت حاضر في النهايه استاذه متبقيات مبيدات واستاذه سميات، هل السميات دي ممكن تعمل مغص بس يعني، ولا لو في سميات ممكن تكون النتيجة كارثية يعني؟ طبعا تكون كارثية لو الكلام ده مظبوط. بص حتى لما بتكلم على متبقيات المبيدات، ودايما انا بقول كده متبقيات المبيدات ما تعملش اعراض نزلة معوية ولا اعراض تسمم. تسمم معناها ان انا اتعاملت بشكل مباشر مع المبيد اثناء رشه، او لو كان في البيت في حاجة، او يعني المهم، او ان انا وانا بستخدمه اتدلق كده على جزء معين من المحصول وانا اخدته، ففي عليه تركيز عالي قوي. لحد ما بتكلمش عن متبقيات مبيدات عشان اوصل لحاله التسمم. المتبقيات هي تركيزات قليله جدا 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 متناهيه الصغر، جزء في المليون. في حضرتك بقول ايه؟ مش تركيز في المية، بقول جزء في المليون. لا يسبب اعراض تسمم الا اذا بصور حضرتك لو كان التركيز عالي وبكميه كبيره، فده يبدا يعمل لي الاعراض دي. لكن انا الاكل بتاعي واللي بيتناول والفلاحين بيتعمله وبتاع هو بيرش وبيتعمل عادي. شرط الا يلتزم المزارع ايضا بفتره ما قبل الحصاد اللي هي الفتره الامنه، والمزارعين مثقفين النهارده وزاره الزراعه شغاله. هنفترض ان في سوء استخدام وعدم التزام، لو في سوء استخدام وعدم التزام برضو التركيز اللي وصلنا له بعد ما رش قد ايه عشان يوصل لحاله التسمم. عشان كده بقول لحضرتك تماما تماما المبيدات، وانا عارفه انا بقول ايه، المبيدات بريئه من اي اعراض تسمم واي مشاكل تظهر بالشكل ده. طب عشان يكون في طرف ثالث معانا بعد اذن حضرتك او رابع كده، في انا اول امبارح كنت في الصحراء وبالصدفه وبزور مزارع، لقيت مزارع بطيخ فنزلت صورت معاه تقرير، ممكن حضرتك والساده المشاهدين بعد اذنكم نشوف التقرير ده عم جمال السيار بيقول ايه ونرجع لكم تاني. طيب ردك ايه بقى على اللي بيشوهوا حاصلاتنا بره ويقول لك ده احنا بنحط مبيدات محرمه
والبطيخ بيجيب مغص وإسهال وأمراض. ده غباء وحربة على مصر. نعم. غباء وحربة على مصر، مش أكتر من كده حاجة. ضرب الاقتصاد المصري. ليه لأن البطيخ أو أي حاجة الفلاحة عموما، يعني البطيخ ده بياكل منه كام واحد بعد منه؟ إحنا إحنا كفلاحين نبقى آخر حاجة ناكل منها، ويا ناكل يا ما ناكلش. امسك من صاحب الأرض لبتاع البلاستيك والشبك. طيب يا حاج جمال، بيقولوا كمان إن أنتوا بترشوا مبيدات علشان أو مواد كيماوية عشان تسرعوا التسوية بتاعتها وتلحقوا تنزلوها في الأسواق بأسعار عالية، خاصة في أول الموسم. طب ما احنا كنا عملنا كده وقطعنا في رمضان مثلا، بدل ما واحد يقطع في وسط 10 زرعات واحد في وسط 1000، كنا عملنا كلنا كده. او كنا حفظنا الزرع ده هوت مع منا، خلانا نعمل حاجه تحفظه بدل ما يطلع كله مع بعضه نخليه يتاخر شهر. يعني انت تقصد لا عندك حاجه تسرع التسويه ولا عندك حاجه تبطئه، يعني انت ما انتش قادر تتحكم في انتاجك. لا مستحيل طبعا، العوامل الجويه جابته مره واحده وبالتالي نزل. يا عم دي عوامل جويه ورزق بتاع ربنا مش بمزاجك انت. طيب كنت بتبيع البطيخه بكام من الارض من هنا يا عم جمال، من اول ما جمعت الحد الخارب اللي النهارده؟ انا ما جمعتش الا بعد العيد ب 10 ايام. لما انا هعمل حاجه زي ما انت بتقول تسوي، ما عملتهاش ليه في رمضان في الغالب؟ ما عملتهاش ليه في الغالب؟ عندك حق، عشان تجيب بسرعه. طيب انت جايز ما بتعملش فيه غيرك بيعمل. والله انا ما اظلمش حد، وبعدين هي فين الحاجه دي؟ طيب ايه السبب ان الناس قالوا ان حصل لهم جالهم مغص واسهال من البطيخ؟ الاسباب دي ايه يا ترى؟ والله من وجهه نظرك ده كله كذب تشويه. ده كله تشويه. انت ما اكلتش بطيخ؟ انا عاوز اقول لحضرتك يا حاج جمال، احنا بنشوف احيانا البطيخ والخوخ والمشمش معروضين على الشمس على العربيات في الطرق، والشمس دي انت عارف، والبطيخ والمشمش بالذات والخوخ سكريات، والحراره دي ممكن تحلل السكريات وتخمرها. شيء طبيعي، الحاجه اللي سخنه بحالها ممكن تجيب لك مغص، ممكن تجيب لك اسهال، مش كده؟ اذا ده مش عيب من الزراعه، لكن عيب من العرض في الشوارع. البياع معاه قفصين خوخ او قفصين مش عارف ايه او بطيخه، بطيخ في الشمس طول النهار، واطفال كلت بطيخ او كلت حاجات من ديت سخنه، شيء طبيعي انها يجي لها اسهال ويجي لها مغص. بس ذنب المزارع ايه او الفلاح ايه؟ هل انتوا بتحطوا اثناء الخدمه يا حاج جمال في الخدمه الارضيه، انت قلت سبله دواجن، سبله دواجن، هل بتحطوا مواد من اللي كنا بنسمع عنها زمان بتاعت ايه؟ بتاع الكسح البيارات او اللي بيقولوا عليه من الصرف الصحي او الكلام الفاضي ده، الشائعات اللي بتطلع علينا دي؟ والله بالله ما بنحط اكتر من سبله الحمام او سبله الدواجن. بتاع دواجن مفيش اكتر من كده. وقلت لك هي عربيه سابله بنحطها او عربيه نص بنحطها. طب انت من وجهه نظرك الشائعات اللي بتطلع دي وبتتقال على السوشيال ميديا وعلى القنوات وعلى الفيسبوك واليوتيوب، يعني انت رايك فيها ايه الحملات دي؟ دي حملات ضد مصر وضد الفلاح المصري. ناس بتخرب، مش اكتر من كده حاجه. دي مقصوده حضرتك؟ ايوه مقصوده يعني. طبعا زي ما كان زمان بيقول لك البطيخ مسموم والبطيخ مش عارف ايه. طب احنا بناكل منه، احنا بناكل منه قبل اي حد. يعني انت بتتقي ربنا في الزرع اللي هتاكل منها انت وعيالك. اللي بيقول لك اللي ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على عيالك ما ترضاش على عيال الناس. نعم. وبعدين لازم بيقول لك يعني عجان السم بياكل منه قبل اي حد. نعم. يعني انت متصور الناس دي ما بتاكلش من البطيخ الاول قبل الناس؟ الري هنا طبعا من ابار جوفيه في الصحراء الغربيه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وادى هنا انا بكلمكم هو من جنب قريه السليمانيه والريف الاوروبي. والريف الاوروبي يعني في منطقه من اجود الاراضي الزراعيه في الصحراء الغربيه لمصر. وكان معانا المزارع الراجل الطيب عم جمال من كفر الشيخ، اللي سيب كفر الشيخ وجاي يزرع هنا، وبيقول انه خسر كتير السنه دي في البطيخ. هتزرع السنه الجايه بطيخ يا عم جمال؟ والله لسه ما انا عارف. طيب اللي الزرع اللي بعد البطيخ المفروض تبقى ايه؟ طماطم. هتزرع طماطم؟ يعني انا ما زرعتش طماطم في الشتوي عشان 3-4 سنين خساره ورا. طب هتعمل ايه السنه دي؟ السنه دي مضطر ان انا ازرع عشان اعرف امشي. هتزرع كام فدان؟
على زرع 21 فدان بطيخ ممكن ازرع 5 فدان 10 فدان لو الناس ساعدتني. بس بس يعني ايه لو الناس ساعدتك؟ الناس اللي بتديني شهادة تديني تاخد جزء وتسيب جزء. وبتوع الأسمدة والموبيلات والأسمدة نفس الطريقة، لأنك لا تقدر تعطل كهربة الحكومة ولا تقدر تعطل أجرة العامل. لا طبعا. وبعدين حاجتنا بحالة مؤاخذة أكل عيش للفلاح والعامل وكل الوقت. العامل لو ما اشتغلش هياكل؟ مش هياكل، بس الفلاح لو ما خدش أجرته لا هيشتري لحمة، لا مش ولا يشتري سكر، ولا يشتري زيت، ولا يشتري جزمه لعياله، ولا قماش لعياله. هو لو ما اشتغلش هياكل ازاي؟ الحياه كلها بتقف. هو لو ما اشتغلش هياكل ازاي؟ نعم. وانا لو ما زرعتش هعيش ازاي؟ وانا ليه مرات، انا ليه راجل فلاح، انا راجل فلاح. انا بشكرك يا حاج جمال، وان شاء الله نلتقيك في موسم وفي زرعه ثانيه مقبله على خير ان شاء الله. كان معكم عم جمال مزارع كفر الشيخ الجميل، وكان معكم محمود البرغوثي قناه الارض، ونراكم في فيديوهات مقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا عم جمال. المزارع جمال السيار من كفر الشيخ ده بيمثل مليون مزارع في مصر قاعدين في الصحراء وسايبين بلادهم وسايبين بيوتهم وسايبين كل شيء وقاعدين في الصحراء من أسوان لحد اسكندرية ومن مرسى مطروح لحد سينا علشان ينتج لنا أكلنا وشربنا في زمن ما أحوجنا فيه إلى لقمة. زي ما الدكتورة هند قالت إن الحروب اللي جاية كلها حروب على لقمة العيش وشربة المية، وفي النهاية تيجي كتائب إلكترونية مغرضة وتحديدا في الشقيقة ليبيا قاعدين يشنوا حرب على الصادرات الزراعية اللي بتروح لهم. وأنا عارف أن مصر بتبعت حاصلات زراعية كتيرة جدا 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 للأراضي الليبية، لأن أيضا ليبيا كانت في أزمة زي ما أنتوا عارفين وزراعتها بعافية. وهو ده آخر خدمة الغز اللي بنسميها علقة، لكن نقول ايه؟ قلنا كلا بل رانا على رانا، يعني غطى قلوبهم بالكلس. كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. ربنا مش هيقبل منهم حاجه ابدا، بدليل ان دعواهم كلها بتسقط. كنا بنتكلم مع حضرتك عن هذه. بس احب احييه جدا، لان هو قال احسن ما احنا هنقول، وقالوا على ارض الواقع، وعارف يعني ايه امتى النازله تيجي، وايه اللي بيحصل للاطفال من ان الحاجه تتخزن ولا تبقى موجوده في الشمس ولا تبقى سخنه. ويعني هو ما شاء الله، يعني زي ما حضرتك هو اكتر واحد عبر عن الوضع الحالي وعن نفسه. هو عارف هو بيزرع ايه وهو بيرش ايه وهو بيعمل ايه. خلي بالك انا اجتزأت الثلاث اربع دقائق دول من 10 دقائق اتكلم فيهم بمرار. الراجل طبعا كاد يبكي. هو الراجل بيقسم بالله النهارده مش اربع سنين ما كسبوا ملين في الزراعه. طيب النهارده مش بخسر صادرات، بس انا المحلي هو ده لما يقول لك البطيخ او الخوخ او اي حاجه النهارده. طب اللي هو زرعه هيوديه فين؟ هتلاقي في ناس في عزوف بقى ان هي تشتري البطيخ، مفيش. وده اللي حصل. هيبيعه برخص الثمن، مش هيجيب ثمن اللي هو كلفه. فده لمصلحه مين؟ بهد داخليا، بهد خارجيا، ووضع مش مقبول. وده بيحصل بقاله سنوات دايما مع البطيخ والخوخ ومع بدايه فصل الصيف. فاحنا بقى عايزين نبقى اكبر من ده واكبر من الكلام ده، ولا نعتبره ان هو موجود، لان هو مش حقيقي. واذا كان النهارده المزارع البسيط والفلاح عارف ده وعارف ان ده كلام مش مظبوط، اذا انا يا اللي قاعد على السوشيال ميديا ولا قاعد على الفيس ويا اللي متعلم وكبير وفاهم، باخد الكلام واشيره من غير ما اقراه ولا ادرسه ولا افهمه. للاسف الشديد يا دكتوره امال، برضو هركز معاكي دايما على الجانب الصحي اللي له علاقه بالتغذيه. الجماعات الكارهه لمصر دي بتعمل ايه؟ بترجع لخمس عشر سنين فاتت ورا، كان عندنا سلبيات، ما حدش يقول يعني ان احنا ما عندناش سلبيات، ويروحوا يصوروا من مناطق نائيه جدا واطراف ترع ما كانش فيها الميه بتوصل قبل التحسين اللي دخل على شبكات الري في مصر، ويصوروا مزارع عنده قراطين، عنده حديقه، عنده اي حاجه، قاعد بيروي من مصرف سيء، من ترع بينزل فيها صرف صحي وطلع رغاوي وصابون او مواد كيماويه، ويصورهم. الكلام ده له اكتر من خمس سبع عشر سنين وبيروج وبيكرر، وهو فيديو او فيديوهين. الكلام ده انت كأم شايفاه
شايفاه في اكلك اللي انت بقالك كام يعني كام سنه بتجيبي لعيالك من السوق وبتاكلي انت كمان كأم، وعندك اطفال بيعرضوا عليكي في عيادتك او على الاونلاين من كل دول العرب، حد اشتكى من الحصيلات المصريه؟ لا صدقيني لو في عندك قولي. لا أنا للامانه لا، يعني انا عاشقه للفاكهه، يعني الفاكهه دي لازم تبقى على طول في البيت يعني، يعني حتى لما بيتقال ساعات ان في، مع ان انا بقى يعني شديده الوسواس زي ما حضرتك بتقول، بس ساعات حتى ما بيقولوا ده في نزلات معويه مش عارفه البطيخ بتاع، انا في الوقت ده ببقى عندي بطيخ وباكل البطيخ انا واسرتي الحمد لله، مفيش اي حاجه يعني، طالما ان انا زي ما بقول لحضرتك ان انا بغسل الحاجه كويس، عشان ما هو النزلات المعويه الناس ممكن تنسبها للمبيدات، وزي ما الدكتوره هند بتقول ان لو هي فعلا نتيجه المبيدات ده لا بتبقى حاجه خط منتهى الخطوره يعني، مش اللي هو شويه نزله معويه، لكن النزلات المعويه بتبقى نتيجه اهمال في النظافه سواء الشخصيه، ان دي اصابات بيولوجيه اعتقد، اصابات بكتيريه او ميكروبيه يعني. مش كده؟ ميكروبيه، ان الطفل مثلا مش غاسل ايده وهو بياكل، ان الحاجه ما تغسلش كويس، يعني حتى الطفل نفسه طبعًا ممكن يبقى سبب في الاصابه طبعًا، مش الفاكهه، لان انتوا طبعا في المعمل الدكتوره هند عندكم قسم لتحليل الميكروبيولوجي. مش كده؟ طبعا المعمل احنا بنحلل الكيماوي اللي هو اي تحاليل كيميائيه اللي هي مركبات الكيميائيه، واي تحاليل ميكروبيه برضه بنفحصها. فطبعا الميكروبي هو الشائع خاصه مع فصل الصيف. وكمان نقطه بالاضافه اللي الدكتوره بتقوله، زي ما دايما بقول ان محتوى الفاكهه بتاعه الصيف، وليه ده بيظهرش غير في فاكهه الصيف؟ معظمها ميه، البطيخ، الخوخ، انواع السكريات اللي موجوده فيها، كثرة تناولها بيؤدي لنفس الاعراض بتاعه النزله المعويه. ده طبيعي، دي ماده طبيعيه جوه البطيخ وجوه الخوخ. يعني التركيز يعني الزايد للسكر في جسم الانس في 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 المعده والامعاء واحنا بناكل، أيوة نوع ده من السكريات في الفاكهه، كثره تناوله يؤدي لاعراض شبه نفس الاعراض اللي بتيجي بالنزله المعويه. تزود عليه انت بقى كخبير التغذيه، اقول يعني فعلا كلام الدكتوره هند، ان لما الناس اللي بتكسر من السكريات بشكل عام او النشويات حتى العاديه بيجي لها حاجه اسمها زي السيبو، اللي هو فرط نمو البكتيريا بالذات في الامعاء الدقيقه، وده بيسبب بقى برده مشاكل هضميه وغازات وانتفاخات واضطرابات هضميه. فطبعا عشان كده احنا بنوصي دايما الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي بتقليل السكر والنشويات البسيطه. وطبعا زي ما بحضراتكم برده بتقولوا ان المحتوى المائي في فاكهه الصيف عالي، فوجود ميه مع سكر مع كمان ممكن ان هي لو مش محطوطه في مكان بارد وجاف نتيجه الحراره الشديده اللي مثلا في البقع الجائلين او اللي هي بتبقى موجوده تحت الشمس فترات طويله، طبعا ده بينشط البكتيريا وبيؤدي الى التعفن والتخمر والبكتيريا، نشاط البكتيريا والميكروبات. فده طبعا ده اهم سبب لاسباب مشاكل الجهاز الهضمي او النزلات المعويه اللي بتحصل في الصيف بالذات. يا استاذة ابو عمرو من فضلك جهز لي مداخلة مع الدكتور احمد كمال عطار الله يخليك. دكتور كمال عطار وانا بكلمه امبارح بكلمه عن، بقول له طب الشائعات دي بترد عليها بايه؟ قال ما بنردش عليها الا بشغل. بالظبط. قال بنرد عليها بشغل. انا لسه بقول لحضرتك ايه؟ احنا عندنا منظومة تكويد النهاردة. لازم نتلافى الكلام ده. كلمينا حضرتك نيابة عنه على ما نحضره عن نظام طبعًا التكويد. ما اقدرش اتكلم نيابة عنه، بس اللي اقدر اقوله ان منظومة التكويد ان شاء الله هتنقلنا بالنسبة للصادرات المصرية في حتة تانية. الصادرات بس حتى في اكلنا في السوق. اكلنا طبعا، بص حضرتك اما بكود يعني انا حاطة المزرعة بعملها تريسابيلتي كده تحت منظومة معينة، واللي هيبقى مخالف المزرعة دي تخرج من المنظومة. يا يعني جماعة الكود كل حلقة بقولها، الكود يعني ايه؟ يعني كل مزرعة هيبقى لها النهاردة بوستوا عليه رقم الكتروني، مجرد ان انا اخد حباية العنب دي الكرتونة بتاعتها اضرب عليها جهاز يقول لي المزرعة دي صاحبها مين وموجودة فين ومساحتها قد ايه وفي انهي موقع، اروح له انت رشش ايه او استخدمت ايه او الى اخره، رش مبيد مخالف للترنسابيلتي اللي الدكتوره بتقول عليه، نظام التتبع، اوصل لمحل المبيد، انت جايب المبيد ده منين؟ المبيد ده مخالف وحطيته للعنب او للخوخ ومش مسجل عنب ولا خوخ. اذا نظام صارم امني لمقابله ومكافحه كل المخالفات في قصه الانتاج الزراعي الخالي من المسببات المرضيه. بصراحه هي منظومه هايله، وانا بشكر الحجر الزراعي يعني كم من مجهود الفترة الأخيرة، يعني السنتين ثلاثة الحركة الأخيرة دي مجهود غير عادي، أنا بشكرهم، وده إحنا بنلمسه وبنحس بيه في التحاليل بتاعتنا.
يعني النهارده خلاص بدأ كل موسم جديد كل محصول بيبدأ يدخل محصول في المنظومة وهكذا بتزيد لحد ما هتشمل جميع المحاصيل الرئيسية التصديرية على الأقل في الأول. فالفكرة ذاتها ممتازة، وزي ما بقول لحضرتك كده إن شاء الله نشوف صادرات مصر 2022. استاذنكم الدكتور أحمد كمال عطار جاي. يا دكتور أهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا معالي البروفيسور الجميل، يا حائط الصد المتين، ازي حضرتك؟ الله يكرمك، الحمد لله كله تمام. والله قلنا الكتائب المغرضة في الخارج يا عيني قاعدة بتضرب في حائط الصد بتاعك وبتوجه شائعات، أنت المعني الوحيد في مصر بالرد عليها. عينيا يا فندم. هل إحنا بالفعل سمعة إنتاجنا بلاش صادراتنا، إنتاج حاصلاتنا الفاكهية والخضرية بالكلام اللي بيتكلموا عنه على شبكات التواصل المغرضة دي؟ ايه هو الكلام بالظبط؟ لان في كلام حلو بيتقال، انا ايه الكلام اللي بيتقال؟ لا ما هو احنا الحلو كتير، احنا بنركز بقى على البقعه السوداء في الرداء الابيض، يعني هم تعاموا ما شافوش الا البقعه السوداء، تمام؟ طب ايه الكلام اللي هو بيقولوا ان احنا الحاصلات، بيقولوا ان احنا الحاصلات بتاعتنا بتجيب مغص وبتجيب قيء وبتجيب اسهال وبتجيب امراض، وده معناه ان فيها متبقيات مبيدات او اسمده ضاره بالصحه العامه. ده يعبر يا استاذ محمود، ده يعبر عن الجهل، ويعبر عن حتى ان مروج الاشاعه بيؤكد ان هو جاهل. اولا المغص والاسهال ليس من اعراض وجود متبقيات مبيدات في الفاكهه والخضار. الحمد يعني لله لو قلت. حتى الفاكهه ولا الخضار فيها متبقيات مبيدات لا قدر الله، متبقيات المبيدات ما تقدرش اسهال، مين قال ان متبقيات المبيدات ممكن تجيب اسهال؟ ده كلام يدل على ان متآمر ومتآمر جاهل. يعني هو بينشر معلومه، بينشر اشاعه، وبالاضافه ان الاشاعه دي بتنم عن جهل، وبتنم عن حتى اللي بيجهز الاشاعه بيجهزها بدون علم وبدون درايه. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا الحمد لله منتجاتنا الزراعيه الخضار والفاكهه الطازجه على اعلى مستوى من الجوده، وان اي كلام بيتقال عليها فيما يخص انها ملوثه او انها ممكن تكون بتجيب اي حاجات زي كده، كل دي حالات فرديه تنم فقط عن معاملات فرديه اثناء التخزين او اثناء عرض هذا المنتج. خلينا نتفق ان البطيخ مثلا او الخوخ او الحاجات اللي هم بيتكلموا عنها، حضرتك لو جبت بطيخه وركنتها في الشمس 3 4 ايام، ما هو شيء طبيعي ان البطيخه دي ممكن تكون باظت فسدت. مش موضوع بقى متبقيات مبيدات ولا موضوع اسمده ولا اي موضوع حاجه من الحاجات دي خالص، ده موضوع سوء تخزين وموضوع عدم قدره على العرض. يا دكتور بعد اذن حضرتك برضو علشان ما يقولوش ان احنا بنقفل الموضوع وبنغطي على بعض، هم احيانا بينشروا فيديوهات قديمه جدا جدا كانت متداوله حضرتك فاكرها لناس بتروي بشكل مخالف من نهايات ترع او الى اخره، بيقولوا ده صرف صحي وده سبب التلوث مايكروبيولوجي. منظومه التكويد اللي انتوا عملتوها بتحاصر الموضوع ده ازاي دلوقتي يا فندم؟ احنا اي مزرعه بيتم تكويدها تحت اشراف الحجر الزراعي، المزارع دي بنتاكد من مصدر الميه بتاعتها، وبناخد تحاليل المياه اللي بتتعمل في المزرعه، وبنشوف المستويات بتاعتها ايه، وبنتاكد خلو المزرعه من اي مبيدات محظوره او اي اسمده غير معتمده وغير موصى بها من الحجر من وزاره الزراعه. جميع المزارع اللي بنشرف عليها بتكون بنضمن تنفيذ الممارسات الزراعيه الجيده في هذه المزرعه. احنا يا دكتور احمد بنطمح في انه دائما ما تبقاش المنظومه بتاعتنا مجنده وموجهه لصالح التصدير فقط لا غير، احنا المواطن المصري عندنا له الحق في الرعايه ايضا زي المواطن الاجنبي اللي احنا بنصدر له، واحنا بنشكرك ودائما نعلي من جهودك. انا عايز اوضح معلومه بس برضه باكد عليها مره ثانيه وثالثه ورابعه للساده المشاهدين. اتفضل. نفس المزرعه اللي بيتم التصدير منها هي نفس المزرعه اللي بينزل منها للسوق المحلي. نعم. يا جماعه احنا ما عندناش نهائي مزرعه بيتم تصدير منتجها بالكامل 100% للخارج، مستحيل. كل المزارع اللي احنا بنكونها بناخد جزء منها للتصدير وجزء للانتاج المحلي. والمعايير اللي هي بتستخدم في السوق المحلي هي نفس المعايير المستخدمه في التصدير. الخلاف فقط يا استاذ محمود ما بين منتج تصديري وما بين منتج نازل في السوق المحلي هو خلافات على درجه اللي هي المعايير التجاريه. واحد مثلا دوله بتحتاج البرتقال كبير شويه حجمه كبير، ودوله ثانيه عايزه البرتقال حجمها صغير، ودوله عايزه البرتقال شويه، ودوله عايزها شويه. انما المعايير اللي تخص الصحه
النباتيه والممارسات الزراعيه الجيده دي ممارس دي معايير ثابته وتجري على جميع المزارع اللي بيتم تكوينها تحت اشراف الحقل الزراعي بلا استثناء. يعني احنا عندنا حد ادنى من المواصفات بيتم تنفيذه على جميع المزارع اللي بيتم تكوينها بغض النظر هي متصدره فين او نازله سوق محلي او مش سوق محلي. دكتور احمد بتكون في اشكال الجوده في المعايير الشكليه وليس في الجوده. دكتور احمد الشكلية. دكتور احمد انا كنت طمعان في ان حضرتك تكون ضيف النهارده وحضرتك وعدتني بمداخله فاحنا هنعتبرك ضيف معانا. عاوز اسال حضرتك واقول لك النتيجه بالمخرجات، هل صدرنا بطيخ السنه دي وخوخ؟ ايوه طبعا عندنا صادرات بطيخ وعندنا صادرات خوخ لاكبر دول في العالم والافضل دول في العالم ودول خبرة زي الاتحاد الاوروبي واستراليا وامريكا وكندا، كل الدول دي بنصدر لها بطيخ وخوخ، ما حدش جالنا ما جالناش اي اختار رفض واحد بسبب ملوثات مايكروبيولوجيه. كنت احلفك على الهوا دلوقتي، احلفك امانه امام الله، هل رجعت لك شحنه تصديريه من اي دوله سنسيتيف، الدول اللي هي سنسيتيف قوي او حساسه قوي او معاييرها دقيقه جدا، رجعت لك شحنه بطيخ او خوخ او عنب بسبب ملوثات سواء كيماويه او بيولوجيه؟ نهائيا يا فندم، لم يحدث اي اختار رفض واحد بسبب اي رفض يسبب هذه الاعتراضات الاشاعات اللي ماشيه على الفيسبوك. اؤكد لك ان كل الاشاعات اللي بتصار على السوشيال ميديا فيما يخص السائل والمغص والحاجات دي بتكون ناتجه عن سوء تخزين او سوء عرض للمنتج او عدم نظافه للبائع او للمكان اللي بتشال فيه المنتجات، ولا علاقه لها بالمستوى العام او بالمنظومه الزراعيه او المنظومه التصديريه في مصر. ليس هي مش ظاهره، هي مش ظاهره، دي حالات فرديه فقط. ليس جديدا على مصر ان احنا نقول انها تبوأت يعني مكانه مرموقه جدا ومؤشرات عاليه في تصدير الموالح والبطاطس والفراوله وغيرها. يا ترى حضرتك ايه السنه دي المحاصيل اللي ممكن كده بتغازل المؤشر لفوق؟ احنا عندنا الطماطم فيها زياده في الصادرات الحمد لله كويسه جدا، البطاطا فيها البطاطا الحلوه فيها زياده في الصادرات، الفراوله طبعا الحمد لله فيها زياده، البطاطس زي ما حضرتك اشرت والبصل فيهم زياده في الصادرات، حتى البطيخ فيه زياده في الصادرات، العنب فيه زياده في الصادرات. طب يا دكتور معلش، ولو ان حضرتك مش معنى دي بس انا لازم اطمن المزارع على الهوا جبتها لي، البصل ليه بترمي السنه دي ب 60 قرش وب 75 قرش وبجنيه؟ وبيقولوا بيدعوا في شائعات من التجار بتقول اصل التصدير واقف، هل تصدير البصل واقف يا دكتور؟ يا فندم تصدير البصل السنه دي يعني في زياده في نسبه صادرات البصل عن السنه اللي فاتت اكثر من 40%. يعني كل الاسواق مفتوحه للبصل المصري. كل الاسواق مفتوحه، وبقول لحضرتك عندنا زياده في نسبه صادراتنا من البصل اكثر من السنه اللي فاتت بحوالي 40%. وبالتالي كل اللي بيقول الكلام ده دي حالات فرديه وحالات بيقولوا الكلام ده من دماغهم وخلاص. لكن انا بشكر ربنا انك انت، والله القضيه دي كانت مساره امبارح والناس التجار بيحاولوا يوهموا المزارعين بانه اصل ما فيش تصدير فاشربوا البصل بتاعكم او خزنوه. انا بشكر الاستاذ الدكتور احمد كمال عطار، دايما اقول عليه هو اسد الزراعه المصريه وهو حائط الصد ضد كل ما يحاك من مؤامرات باطله للزراعه المصريه. بشكرك يا دكتور. دكتورة أمال، دكتور أحمد أصر قضية علشان أنا شايفك هتبدأي تنامي مني يعني. معلش إحنا آسفين يعني. مركزة ومستمتعة. طيب الحمد لله. بالنسبة للتخزين، تخزين الفاكهة داخل البيوت. أنت عارفة إحنا عندنا ممكن واحدة تحط شوية حاجة على الرف، واحدة سنسيتيف شوية تحط في التلاجة، واحدة تنساهم في الكيس بعد ما اشتريتهم يومين ثلاثة على الرخام وهي منسية عند البياع. التخزين وأساليب التخزين الجيدة اللي تنصحي بيها ست البيت او المشاهد او اي بني ادم بياكل فاكهه او خضار. وفي بس حاجه ممكن اقولها، سلوك كان قديم يعني كنا دايما بنشوفه بالنسبه للبطيخ بالذات، السلوك اللي هو لان بعض الناس بتبقى عايزه تطمن البطيخه حمراء من جوه فتخلي البائع ان هو يروح على المكسر يا بطيخ شققها أيوة. كده بالسكينه دي حاجه في منتهى الخطوره يا جماعه، يعني لو السلوك ده لسه موجود يعني يا ريت ان احنا فعلا يعني ده، لان اذا كان البائع ما بيبيعش الا بالسلوجن بتاعه على المكسر يا بطيخ والمصريين يجروا على المكسر يا يعني جدع، ما ده دي من حاجات بقى يعني بتتكلموا فيها يا جماعه، ده دي حاجه في منتهى الخطوره يعني، ده احنا بقى
حمى تيفود وليستيريا وحاجه حاجات خطيره جدا، مش بس بقى تؤدي الى نزلات معويه، ده بتؤدي الى اعاقات وتشوهات جنينيه كمان. فيعني فاحنا يعني ده السلوك طبعا خاطئ. حتى ست البيت لو هي بتعمل اي حاجه، مثلا قطعت بطيخه بالسكينه وسابتها فتره ورجعت تاني بقى بعد ساعه ولا حاجه رجعت تستخدمها نفس السكينه بدون غسيل، ده خطر جدا لان بتتلوث، واي سطح جه عليه بكتيريا والساب فتره البكتيريا دي بتتكاثر اضعاف اضعاف. فكرتني بالراحل العظيم الله يرحمه المطرب محمد عبد الوهاب، اغسلوا الماء بالماء قبل ان تشربوه، واغسلوا الصابون بالصابون قبل ان تستخدموا. الدكتوره امال لو فتحنا لها في القصه دي لا هناكل ولا هنشرب. مضطر بقى بعد كده اطلع فاصل وارجع لكم، خليكم معانا.